الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي الحمد لله رب العالمين، مجيب الدعوات، أحمده على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أيها المسلمون، في هذه الوقفة اليسيرة أود أن نسير معا بحديث عظيم، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام مسلم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشأث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. الحمد لله بكر فاجل بين ويندي صبنا نيجي أبونا نسابوندا صبنا نيجي أدوس ريكدا مبكدا لامي نيما نيرا نلب سيدا لامي لامبودا نيشغل سنوا لاني ما رم فاجل توتوري لبن تابن نم سون واني حقيقة تسبنا توني سيدا بام تلقى دوني كانغا زغولا اليوم رار كابي ريلا ويندي ويني أيام ريلا كمتار كابي نويندي لبن تابن نم سون واني حقيقة تيزو صبا محمد عليه الصلاة والسلام يوين أم يمبا لب يوين أم تنتوما وين أبوسا لا تلقى لا ذكرم بالله صحاب سه لنير وان النانيك بام فونا نيم على غري ناتي كتان دين رول بلاري وانا فانج اللوغور بوري يا يمبا وين أم يمسى إن ناتا بس وين ده نتون نايك يعني وين أم سقلسا لا تزاي زنبوم نيم وين أم جدغا يا يمبا الإسلام زما يا وقت بلفكان غبوين بالا بون نغلوم تدناكيني نتابا ني حديث يا حديث يسغو ينبي ام عليه الصلاة والسلام حديث رمى بوين إمام مسلم رحمه الله عليك حديثا يا أبي هريرة حديث وين ام يارد بيهنغا عيه لامي تبان كم وين ام تتوم بيه لامي وين بوسغلا تلغر بيهنغا تبان كم وين ام نامزي كامي عيا يلغم دي أفا ريغة تبا يلغم دي تبان كم وين ام سغل مومين دمبا نبوم دنگي سغل تنتومبا أري كيت وين أم يلي أنا أمزي كامي يا يما تنتوما ريري يول ما لا تم سما أري كيت وين أم لبي يلي أنا أمزي كامي يا يما نمنا
ni sukum sinne wende riri yolum na ning tonne di legamba re logol pore ten tu ma alayhi salatu wassalam ti garo waye mbriyelli asora ugul ugul ami tan yiso pukko ni ugu sukum tan sika nugo nte sasa yam soba yam soba lami kam ti wakat kan garo kan anda riwaya haram ada ganyu waya haram ada yelga ya haram ublebu bola ni haram la man man toto labda ning kan asobda sa wato mabi zama inna tabu mu halali da zai min sani haram barakallahu li wa lakum fil qur'ani alazim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min alayat wa dhikri alhakim aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il almuslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معاشر المسلمين، لإجابة الدعاء شروط منها: أولا الإخلاص لله تعالى، ثانيا عدم الاستعجال، ثالثا حضور القلب، رابعا التيقن بالإجابة، خامسا طلب الحلال ومجانبة الحرام. Kete pinga da winde sobna ni ngiya buna na sagunda lebe ko ta pus go la tedere ko tinna biya mwagalla wonna fangi lowol pore ya ya mal islam zama bangi tu do sare gre atara sharat ramba yu pugwe awalan al ikhlas lillahi ta'ala fo yili tu umra ko winde fo la ko ti ti anid la fo ne ko ti fo la ko ti ti anid yeti fo ko sie fo la ko ti ti anid la fo nya ko ti sanian adam istijal فرقتي لفنيادي نيكو سغاريغري ثالثا حضور القلب فقتي تفياما بكو سغابوغي فرقتي تفياما بكيانغي رابعا التيقن بالإجابة فقتي لفطلبان ماكا نيكو سغاريغري فرقتي لفطر سمسي خامسا طلب الحلال ومجانبة الحرام يفو نامبو حلال لفزاو مغني حلال la fosan ko mi ngani haram mi kam ti gom kan asoba atalla ton kure ni hadith lo wa mi kam ti tin tuma alayhi salatu wassalam ti garo ye mrelle ro soro o gola mi tin yise pukko ni ugusugu anda gari wa ya haram ara ga yuwa ya haram ara ga yelga ya haram ule bu bala ni haram la ya wan wan toto la bala ni kan asobda una zan gar fa gilla ni haram la una lo kur fa gilla ni halal una kin yir fa gilla arzan una wo gole ro ko de banyura سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رانيا ليسلو نكيبه نيام سندغام بام نكيلاتن اونيفيرساليتي الاسلام بوين حي على الفلاح.